لقد قضيت فريضة الحج ولله الحمد، مع العلم بأنني لم أتزوج، ولكن خافت، وقد قال لي بعض الناس إنه لا يجوز لك الحج حتى تكمل دينك، أي أنهم يعتقدوا بأن الزواج تكملة الدين، فهل حجتي صحيحة أو لا؟ وما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. هذا الكلام خطأ، وحجك صحيح إن شاء الله ولو لم تتزوج.